تمكن فريق طبي متخصص بوحدة جراحة الأطفال في مستشفى جامعة السلطان قابوس من إجراء أول عملية جراحية من نوعها في سلطنة عمان، تمثلت في زراعة الحالبين عن طريق المنظار من داخل المثانة لطفلة تبلغ من العمر سنة واحدة. وقالت رئيسة الفريق الطبي الدكتورة زينب بن ناصر البلوشية: استشاري أول جراحة أطفال ورئيس وحدة جراحة الأطفال نائب مدير عام المستشفى الجامعي للشؤون الطبية. إن الطفلة كانت تعاني من التهابات بولية متكررة وارتجاع في البول من الحالبين، وبعد الفحص بالأشعة النووية اتضح وجود ضعف في الكلية اليسرى أكثر من اليمنى بسبب الالتهابات والارتجاع. وأضافت لوكالة الأنباء العمانية إن العملية هدفت إلى تقليل نسبة الإصابة بالتهابات البول بنسبة 50%، مشيرة إلى أن مدة العملية استغرقت حوالي 4 ساعات لوجستيا وطبيا. وتمت متابعة الحالة لخمسة أيام من إجراء العملية حتى خروجها من المستشفى بصحة وعافية. يذكر أن هذه العملية من العمليات النادرة على مستوى العالم، حيث تقوم مراكز طبية قليلة بإجراء هذا النوع من العمليات، وهو ما يسعى إليه مستشفى جامعة السلطان قابوس لتقديم أفضل برامج وخدمات الرعاية الصحية للمجتمع بشكل عام. وفي ختام هذا التقرير، لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في هذه القناة. لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.